طب احنا وقتنا بيجري، فعايز انا عندنا كذا موضوع. النهارده المنتخب الاولمبي لعب مع غيانا تعادل 1-1. والله المنتخب الاولمبي ده يعني تحس ان هو ايه، ابن البطه السودا، يعني محدش مهتم بيه خالص، مفيش متابعه ليه، حتى اللعيبه برضو يعني قليل اللي بيلعب، مثلا حسام مش عارف كام واحد بس اللي بيلعبوا في اساسيين في منتخباتهم. لكن نتمنى ان شاء الله ان هو زي ما فيتوريا قدر يثبت وجوده ومع المنتخب يقدر ان شاء الله برضو كالمدرب البرازيلي. انت معاك التشكيل بتاع النهارده اللي لعب؟ قوله لنا كده يا كابتن عبد الجليل. يعني حمزه علاء، احمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد اشرف، وكلهم بيلعبوا، كلهم بيلعبوا. والنهارده يعني الخط الخلفي ده، عشان شفت الماتش يمكن كويس. لا احمد عيد بس القلب، محمد طارق مش، حسام عبد المجيد مش قد كده. نص الملعب كان كوكا وشحاته، ومحمد شحاته بتاع طرائق الجيش، وكوكا بتاع الاهلي. شحاته كويس بس لازم في لازم يبقى معاهم ديفندر اتقل من كده، لان هو هجومي شويه شحاته وكوكا. وبعدين احمد عاطف قطه، وابراهيم عادل، ومحمود صابر، واسامه فيصل. انا عايز اقول لك حاجه، ابراهيم عادل بيلعب 4-2-3-1 4-2-3-1. وبعد كده نزل مصطفى ميسي، يعني انا هو نزل ناس هي اللي ممكن تاخد في البطوله. بص، فرقه منتخب الاولمبي فرقه مش وحشه، كويسه، تعرف تكسب الفرق اللي هي مستوانا اقل، يعني سهل تبقى في المربع او سهل انت توصل اولمبيات، انها مش تاخد البطوله. يعني المنتخب الاولمبي ده قوامه مش وحش، ولكن في، بس خد بالك احنا بنمتاز بارتفاع المستوى في البطولات المجمعه، مش كل الفرق ومش كل الامكانيات اللعيبه. بكلمك على امكانيات لعيبه، بس اللعيبه دي انا لسه بقول لك ليه يا كابتن، ما اتجمعتش، ما خدتش فترات طويله، ومفيش اهتمام بيه، ودايما مين اللي قال لك؟ في المعسكرات قليل. لا بالعكس، ده بركات قاعد لهم. لا لا لا، بس بالعكس، ده مهتمين بيه بقى كابتن، بس عشان العيال مش زي بتوع، ما انا فاهم، هو نفسه الجيل ده، بس هو عشان الميديا كمان ما بيصلحش عليهم خالص، اقل من الجيل اللي هو كان بتاع الاولمبيات اللي فاتت. اقل بكتير. وكلكم كانوا نجوم في المنتخب الاول ده، بس اعتقد ان البطوله برضو السنه دي اللي هي هتبقى في المغرب ان شاء الله، المغرب تخش السعد يا رب دايما، منتخب الاول والاهلي، وان شاء الله المنتخب الاولمبي. العمليه الثالث هم كل ثمان فرق، فان شاء الله في فرصه كبيره، فرصه يعني الفرصه ان شاء الله قمه تاهل الاولمبياد. وزي ما انت قلت احنا محمد، حاجة إيه؟ كل شويه في الحاجات المتعب بتقدر الاولمبياد، الاولمبياد وكمل، هي البطوله معموله اصلا عشان الاولمبياد، الاولمبياد مش عشان، فانت اذا وصلت مربع ذهب وقدرت تبقى من الثلاثه، لا ان شاء الله انت حققت التارجت. يعني عندك مصطفى ميسي ده نزل عمل شغل كويس قوي، حاتم سكر الباك ليفت لعيب كويس قوي، عايزين بس انسجام اكتر، انسجام اكتر كابتن عبد الجليل. ابراهيم عادل كويس النهارده، غير الماتشات اللي شفته فيها، ابتدى محمود صابر مكسب كويس قوي، ده بتاع كويس بتاع بيراميدز، ده لعيب كبير، لعيب كبير قوي قوي قوي. برضك معلش، انت بتلعب غانا برضو من الفرق اللي هي يعني تقيله في السن ده، تقيل برضو هو يعني. كان مطرود منهم واحد الشوط الاول، وكانت لعيبه مصر مستعجله. اسامه فيصل فيرود كويس، بس لازم يتقال اكتر من كده، يعني مش وحش يجي منه. انما الفرقه دي لا ممكن تخش مربع بسهوله، يعني في اول اربعه، بس ترتيبهم ايه بعد، يعني صعب ياخدوا البطوله. المغرب تقيل قوي، انت لو وصلت سيمي فاينل خلاص ممكن تاخد البطوله، يعني انت طالما وصلت للمراحل الاخيره خلاص، انت بقيت ثلاث فرص. طبعا هيبقى تارجت الاول انك توصل، فتحققه ان شاء الله. سواء كمان مجموعتين بس وثمان فرق، يعني اقوى ناس فيهم المغرب وغانا وانت، واعتقد في فرقه مالي اللي خرجت السنغال، السنغال المتفوق، فمالي بس المغرب ومالي في المجموعه الثانيه، في المجموعه الثانيه. انت ممكن انت لا المغرب وغانا، مالي معانا، مالي معانا، مالي معانا، احنا ومالي ممكن نصعد، والمغرب وغانا هي اللي تصعد، فممكن هي يعني دور الاربعه بصراحه صعب التوقع فيه، لانه هيبقى هو ذكرت الاربع فرق هم هو في المربع الذهبي، فبرضه يعني العمل خد بالك، الرابع كمان ليه فرصه ثانيه بعد كده، لانه هو هيلعب بطل حد مع رابع مع رابع اسيا، اسيا او اكنانوس حاجه كده، صح اسيا متهيألي، مع رابع اسيا صح، بيلعبوا زي دوره كده لسه، يعني بتبقى عمليه لفه يعني. التأهل انت ورابع اسيا، بس انت ان شاء الله نحسمها كده من المباشر يا كابتن، يعني. بس منتخب برضو مباشر في مش دور بالذات المربع الذهبي هيكون صعب مش سهل، يعني ده ان شاء الله ربنا يوفقنا.